السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. رجعت لكم في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى يكون خفيف ظريف ويعجبكم هذا الفيديو. بصراحة اللي ماشي انا غنقدمه غتقدمه لكم بنتي، الله يحفظها، وغادي تقدم معكم غوتي ديالها اللي هي كتوجد راسها، يعني تبارك الله كتحبهم وكيعجبوها، الوغ ولات كتوجدهم الراسه اكيد بالعوين ديالي. فبغات توصف هاد النهار، قالت لي ماما لا فيديو ديال هاد النهار غادي نكون انا، فالور خليت الوصفه ديالي انا لاحقا من بعد عاد نحطها لكم، وغادي نخليكم على فيديو ديال بنتي ان شاء الله اللي غيكون بالتقديم ديالها، وكذلك تشارك معكم الكوتي ديالها اللي كاب كيك ساهلين مهلين بيضه وحده فقط. وخليكم معاها. بالنسبه للطريقه ديال هاد النهار غتقدمها لكم بنتي ياسمينه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. اليوم غادي نديرو كاب كيك تيجي واعر، اجربو ما تدموش، اوكسي صديم وتجرب الوليدات الصغار بحالي، ودابا نمشيو مع المذاق. مقادير عندي واحد بيضة، عندي نص، عندي نص سكر، وعندي نص ديال كاس ديال الحليب، وعندي ماء ديال الحلوى، حلوة و 4 كاس ديال الزيت، وكاس عامر ديال الدقيق، وعندي ملعقة كبيرة ديال الكاكاو، وعندي برميسر شوكولا. انا تيعجبني هذا نعبي معايا المدرسه باش تيجيو زوينين. اوكي، بالنسبه لهادو هذا الجيل الكاريت، هادو بالنسبه للناس اللي في المغرب راه كيكونوا كيتباعوا عند صحاب الحلويات، وكذلك الناس اللي في اوروبا راه كيتباعوا اونلاين في الي اكسبريس ولا دي سيت انترنت، كذلك في المحلات ديال الشينوا فهم متواجدين. هذا بالنسبه للشكل الاول، كذلك كاينين عاوتاني هاد لي مول، هادو حتى هما كيجيو بحال الشكل ديال المادلين، ان شاء الله غادي تشوفوا معنا في الاخر ديال الفيديو. دابا غنمشيو مع الطريقه ديال تحضير. باي. دابا درت الباب وغادي نزيد السكر. غادي نحركم مزيان ونرجع لكم. دابا غادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت. دابا غادي ندير كاس ديال الحليب، دابا ندير نص ديال الدقيق، وغادي نبقى نحرك. دابا غادي ندير شويه ديال الحماره ديال الخلوه. حلوه كتخرج لك الحا، كتخرج لك خا. حلوه حلو هكاك. يلا ها، ومن بعد غادي تضيف معاها شويه ديال الدقيق. دابا حنا حاولت ما امكن ما نهضرش معاها في لا فيديو، ولكن كتخليني يعني بعض الكلمات بعد خطرات كيخرجوا لها بصعوبه، فصافي انا غادي تضيف الدقيق ديالها كامل. بصراحه راه عندها صحتي هاد لي كاب كيك، هادو كيجيو رائعين بالنسبه للوليدات وفي المدرسه، ولا كتحيروا مع الكوتي ولا ما كيبغيوش ياكلوا لكم، يعني تيفيتيو داكشي ديال الزنقه. صراحه ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار اللي كتكون الدراري وتشجعوهم كيف ما قلت لكم، يعني كيتشجعوا بانهم حتى هما يصاوبوا الحوايج باش يزيدوا هذيك الحوايج ديالهم يبغيوهم. والله الا عرفتي صراحه هي من بعد ما يعني خليتها واحد المره دارتهم، فعندت حباتهم كثر، يعني زادت حبابتهم كثر. دابا ضروري في السيمانه، دابا يلاه تسالاو لها تقريبا، راهي بيضه بوحديتها، يعني راه كتخرج لك واحد الكميه تقريبا ديال الاسبوع ديالها، يعني كل وحده كتدي، كل نهار كدي معاها وحده، راه الخير والبركه. صافي دابا غادي نزيدوا معلقه ديال الكاكاو. نتوما يمكن لكم ما ديروش الكاكاو، يمكن لكم ديروا الخليط تقسموه وبين ندير على جوج، ولا يمكن لكم تعمروه بالكونفيتور، يمكن لكم ديروا لي النوتيلا، يعني على حسب كل واحد والاختيار ديالو، كل واحد وشنو كيبغي له وليداته. فصافي غادي نخلطوا دابا هكا مزيان الكاكاو ديالنا، واخر حاجه يعني تنديرهم في المول غادي ندفع عليهم هاد الفيرميسال ولا اما حبيبات الشوكولا، يعني اللي كان متواجد عندكم. فغادي نحاولوا نخليو نخلط نعاونها شي شويه ونعاود نرجع معاكم. جاتك ثقيله؟ جاتك ثقال.
وهنا صافي يعني من بعد ما عاونتها الخليط ديالنا راه جاهز باش تعرفوا جد ناجح. بالنسبه للي ما كيقول لك ما كتنجحش معاه لي كاب كيك يعني هي بيضه وحده غادي تجربوها وانا متاكده 1000% يعني ماشي 100% انكم غتجربوها فقط بيضه وغادي تخرج مع الطريقه اللي قلت لكم القياس اللي عطيتكم هي تبعوه وغادي تجيكم رائعه خطيره ما غتستغناوش عليها. ودابا نمشيو باش نسخنوا الفران ديالنا على درجه الحراره 160 دغري وغادي نستف هاد الكوارطات هادو اللي قلت لكم. الا عندكم دي مول يمكن لكم تديروهم كذلك بحال المول اللي انا وريتكم فقط دهنوه مزيان بالزبده وشويه ديال الدقيق اولا غير بالزيت وشويه ديال الدقيق وصافي وديك الساعات نعمروه. فصافي انا غنبدا نعمر لي مول ديالي فقط للملاحظه بالنسبه لهاد الكويختات ولا كويختات واحد اخرين كيف ما بغيتو ديروهم ما تعمروهمش بزاف لان ديجا كطلع راه فيهم خدمه راه وحده ديال 7 غرام يعني راه ديجا كطلع. فانا هنايا بالنسبه لي عندو هاد لي مول صغار ديروا فيهم معلقه ونص كبيره يعني على معلقه كبيره معلقه د لاصوب كديري فيهم معلقه ونص كبيره كافيين فهم ديجا غادي يطلعوا باش كيبقى لهم حتى لي سباس ديالهم فين يطلعوا. فصافي غادي نكمل هادو كاملين ونعاود نرجع لكم. وصافي انا كيف ما لاحظتي يعني راني عمرتهم تقريبا بيضه وحده راه عطاتني 9 ديال هاد الكويسات هادو يعني فيهم الخير والبركه. الناس يمكن لكم كذلك تضعفوا المقادير عوض بيضه ديروا جوج بيضه ديروا ثلاثه وهكا كتضعفوا جميع المقادير. فصافي هنا غادي نضيف لهم هي شويه ديال الشوكولا اللي هي كيعجبها كي قلت لكم الا كان عندكم الشوكولا ديال الكوكيز ضيفوه علاش لا تا هو كيجي زويون. صافي غادي تزينوا بالشوكولا ومن بعد غادي ندخلوا الفران. يلا ياسمين صافي دابا راهم واجدين باش ندخلهم فينا ياسمين في الفران. اوكي انا غنخليهم تقريبا بقايا بطبيعه الحال عيني عليهم ما كنظنش كياخذوا معنا بزاف تقريبا 15 دقيقه ماكسيموم حتى لثلث ساعه على حسب الجهد ديال الفران ونخرجهم ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. ها هو غدا ديالي وجد الكاب كيك جاو واعرين نتمنى اكون جربوهم ويعجبوكم وتهليو لي كومنتار من تحت وقولوا لي الراي ديالكم فيهم. ودابا نوريكم واحده كيف جات تيشيرتات بين وسوينين ايه بدات كتاكل من دابا. المهم البنات كيف ما لاحظتوا معايا لي كاب كيك ديالنا اللي حضرت معكم ياسمين ها هما كيجيو صراحه زويونين كيف قلت لكم هي ما تعمروهمش بزاف خدوا على القياس اللي عطيتكم كذلك حتى في الكويختات العاديين كيجيو زوينين كيجيو هشاش كيف ما شو تبارك الله ويلي هي حيدات لها الراس طرفها مسمار. المهم كي قلت لكم عتي كيجيو هشاش بحال ديال القطن كيجيو فنين كيجيو غزلان والله الا هادو ان شاء الله تجربوهم على غوسيت ما غاديش ندموا عليها. هنا كي قلت لكم للتزيين يمكن لكم تزينهم كيف ما بغيتوا يمكن لكم ديروهم عاديين من داخل ديروا فيهم الكونفيتور ولا تصاوبوهم بالكوك ولا ديروهم حتى شي حاجه اللي بغيتوا. وصافي الكوتا ديال بنتي ها هو كلشي اللي استفدت لكم تبارك الله هي اللي ذوقت وكلشي قالت لك بما انها قالت لكم هذا راه الكوتا ديالها فراه حطت لكم حتى لو جو زعما راه الكوتي واجد ناضي عطاتكم افكار. ونتمنى الوصفه ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم وتشجعوها. شنو يقولوا لك ياسمين قالت لكم خليو ليها لي كومونتير ديالكم من تحت ولايك في صندوق الوصف خليو لها التعليق ديالكم في صندوق الوصف من تحت عفوا وعطاوها بزاف ديال اللايك عافاكم عافاكم ندوز على وجهها انا ايوا صافي. المهم البنات الفيديو ديال هذا النهار هو هذا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم نتمنى تكونوا كنا خفاف على قلوبكم وشكرا لكم ان شاء الله انتظرونا في فيديو جاي.